عقد المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية صباح اليوم جلسته الاعتيادية عن بعد عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس. نعم، في وسط هذه الجلسة ثمن المجلس نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها معالي الرئيس بتكليف من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم إلى جمهورية تترستان الروسية للمشاركة في احتفالاتها بالذكرى 100 والألف على اعتماد الإسلام رسميا من قبل شعوب البلغار في حوض الفولغا، والمشاركة في أعمال مؤتمر قمة قازان الاقتصادية الدولية 13 بين روسيا والعالم الإسلامي. أخذ المجلس علما بتوجيهات فخامة رئيس جمهورية تترستان بنقل هدية ملك البحرين مملكة البحرين إلى متحف الجمهورية الكبير، وهي عبارة عن مجسم للرسالة التي بعثها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى حاكم البحرين وأهلها في العام 8 الهجري. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وجه المجلس إلى سرعة طرح مشروع إعادة بناء مسجد الشيخ أحمد الفاتح والواقع على شارع أحمد الفاتح المتقاطع مع شارع الزبارة بالقضيبية. وفي سياق منفصل، تابع المجلس باستياء كبير تنامي الحملات الممنهجة لترويج فاحشة الشذوذ الجنسي في العالم، ومشددا على رفضه القاطع لتلك الحملات واستغلال المناسبات الرياضية أو الفنية أو الثقافية، بالأخص بطولة كأس العالم لكرة القدم بدولة قطر، لتكون منطلقا لتلك الدعوات الباطلة والهدامة، بل واتخاذ مواقف وخطوات جادة وشجاعة ضد من يروج لها وشن حملات مقابلة لمناصرة قيم الفضيلة والفطرة السليمة. في موضوع آخر، استنكر المجلس بشدة قيام مستوطنين متطرفين إسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك. بعد ذلك، وافق المجلس على توصيات لجنة متابعة إنشاء الجوامع وملحقاتها بشأن الخرائط والرسومات الهندسية لإنشاء 3 جوامع جديدة في مدينة حمد ومدينة سلمان، ثم أخذ المجلس علما بتوقيع العقود لمشروعي صيانة جامع الشيخ حمد بالمحرك وجامع سترة وللخدمات الهندسية لمشروعي بناء جامع بن حويل بالرفاع الشرقي وجامع جديد وصالة مناسبات بحالة النعيم، كما أخذ علما باعتماد التصاميم والرسوم الهندسية لمشروعي بناء جامع كرزكان وجامع المعامير.